ما حكم قول البعض تباركت علينا بفلان أو تباركت علينا بفلان عندما يزوره صديق له؟ كلمة تبارك لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يطلق على غيره تبارك، وإنما هذا خاص بالله عز وجل. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الله أحسن الخالقين، إلى غير ذلك من الآيات. هذه اللفظة تبارك لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال في المخلوق إنه مبارك. قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قال الله تعالى في المطر: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. فيقال في المخلوق إنه مبارك إذا كان فيه خير ومصلحة للناس، يقال إنه مبارك. وفي البقعة إذا كان فيها خير يقال هذه بقعة مباركة، والكعبة المشرفة يقال مبارك. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالمخلوقات التي فيها خير ونفع يقال فيها مبارك أو مباركة، ولا يقال تبارك أو تباركت، وإنما هذا خاص بالله عز وجل. نعم.